هذه واحدة سيدي جات تبارك لصاحبتها، خدات بوليسي وهي تقول لها كي درتي تعرفتي عليه تخديتي؟ قالت لها والو، غير كنت غادية وحرقت السطوب وهو يشدني، شاف فيا وعجبته وحنا نضربوا لك حلف الابيض. قالت لي يا سعداتك محادي لصق لك بروسي لصقوا الراسو طاعت علاش كتقل ورا باركت لها نيت. هذا سيدي واحد الشيباني في عمره 70 عام، ماتت له مرته، هو يقول لولادو خصكم تزوجوني بشي مرأة تكون قدي. ايوا داك ولادو مساكن عيا وما يقلبوا، ما لقاولوش المرأة اللي قدو. قالوا له الواليد راه ما لقيناش شي مرأة اللي قدك، اشنو المعمول؟ شاف فيهم وقال لهم وزوجوني بشي جوج تكون 35 35، هي هذيك 70 ومسخوط هاد ما نفكش معاهم، ضرب عملية زائد بحال اللي غيشري الكباش. تحياتي هذه واحد نكيتة لواحد الأخ من المتابعين، نشكره بزاف، نعودوها له. قال لك سيدي واحد المرأة كتسد على راجلها ما كتخليهش يخرج، هي ما صابر مسكين. واحد النهار قال ليها والمرأة واش فراسك ربي عذب داك المرأة اللي كانت حابسة غير القطة؟ ايوا فما بالك انت يا حابسة السبع ولا سبع، وكنتي سبع بسخوط الوالدين كاع ما تسدش عليك في الدار وراك خرجتي راسك. هذا سيدي واحد السيد بخيل امزقرم لاقصى درجة، وخا هي النكتة بواحد الصيغة اخرى حنا ما نضرو تا واحد. مهم بخيل جاب واحد البنت تخدم معاهم، هو يسولها قال ليها بنتي هادوك الناس اللي كنتي كتخدم عندهم قبل منا شحال كانوا كيعطيوك؟ قالت ليهم ما كانت يعطيوني والو عزيزي، كنت غير كناكل وكنشرب. ويقول ليها ايوا شنو بنتي ما تنقصينا شويه؟ قالت له شنو غنقص عزيزي؟ قال ليها وبنتي حاولي تبقى تصومي الاثنين والخميس وجوع. هذا سيدي واحد خينا سول واحد الحكيم قال له الاصل ديال المغاربه مين هو؟ ودائما تنتكلموا على بلادنا باش ما نضروا حتى شي واحد وحنا في اطار غير النكته. سولو قال له الاصل ديال المغرب مين هو؟ قال له من الاغريق. قال له واش هو الدليل والحجه ديالك؟ ايوا قال له شي غارق مشاكل وشي غارق كريدي وشي غارق له الشقف كاع والشباب غارقين في البحر. ايوا يعني هادو ماشي اغريقيون من الاغريق. هذا واحد سيدي مشى يشري العسل ويلقاه تزاد في الثمن. ايوا قال داك خيله اللي تيبيع العسل قال له او حتى نتوما زدتو في العسل وراه اصلا طالع وغالي. ايوا قال له اه حتى حنا زدنا في العسل. قال له على كي درتي ليها؟ واش نحل ولا كيطير بالمازوت ولا شنو؟